اش غنقول لك؟ الزواج باسنابيه. شنو الزواج باسنابيه؟ ثبت شويه، الا جيتي بلا فطور ثبت شويه. يلا اتمي. عنده واحد الحوايج ايجابيه بالنسبه للزوجه الاجنبيه، يعني فهمتيني؟ هي كما نقول لك، الا قدرت فهمتيني تقتنع بك هي، فهمتيني، وكتشوف كزوج مناسب، لما كتبقاش تفكر لهذيك الجوانب الماديه وداك الشيء. ياك ما قطعتي الدواء ديالك، اتونسيون تقطع الدواء، ضروري الدواء، فين ما دير شي فيديو خاصك تشرب فيه الدواء. شنو كاين باش نطمئنوا عليك؟ كنفضل نتزوج بمغربي. وراه باينه حيت مغربي كما قلت لك يبقى ولد البلاد، كيفهمك. الا ما كاينش المغربي يكون الاجنبي. الراجل المغربي يقدر يكون كيبغي المراه مغربيه ولكن كيبينش ليها. هي باينه فيك فايته مراه. جاني داك الاب ديالي كنقول ليها، كنقول ماما كنبغيك. تبغيك لفعه. مغربي بيان سور، وحيت مغربي كيبقى بحال عنده بحال الطباع ديالنا، بحال لا كولتور ديالنا حنايا، سي با ماشي بحال الاجنبي ما كتعرف شنو يقدر يوقع. وانت من هادشي كله طالقين لينا علم، راه الحبيب داخل المرحاض. انا عندي الاجنبيه بحال كنقولوا مونيكا، كتبان لي بحال شي مونيكا هكا. زوينه عندك هذه ممتازه. اتميم دوز عليا اجنبيه بحال لي شي حاجه عاديه، ولكن اللي دزت عليا بنت البلاد هكا نشوف فيها كتجي شي حاجه عاد بلا ما نشرح. هياني عليك. المغرب واحد البلاد يعني احسن دوله في العالم في اي ناحيه. بلا صياح ارجوك، بلا صياح، ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس خلاص. نفضل اجنبي. غتولدي لنا ايزنهاور. الاجنبي هو حقا قاوري، ولكن يعني نصراني ماشي مسلم. ولكن كوميم عنده كتلقاي عندهم الصفات ديال المسلمين. انديبو هكذا ام انديبو هكذا؟ مغربي شنقول لك؟ لا لا، حنا نيت واقعين فيها، حنا فيها دابا نيت، ما كيحتاموش المراه. واه واه يا تو النونو. ماشي كيغريني، وانما كتلقى دوك الاجنبيات كيتعاملوا احسن من المغربيات. مصيبه هادي، دخلتك بلا انت منين؟ وهادوك كيكونوا فهمتي كيكونوا في دار، اما هادوك ما نكذبش عليك ماشي كلشي، ولكن بلو بار ديال الدريات ديال المغرب دابا ولا الطمع. لا ما عليك، ما خاصك فلوس، تقدر تبدلك على اي حاجه، وهذا هو المشكل اللي عندنا حنا، ما كاينش علاش تحط الراس. روج مع راسك من التبويل ديال والو. اما الاجنبي تقدر دير فيها الثقه من بعد ما دخل الاسلام، الا دخلش الاسلام لك راه ربح. منظرو هاديك احساس انه حرامي كذا. اجنبي يا خويا من المغربيات غدارات، تقد تسحر لك تقد لك اي حاجه المغربيات. فكره نقيه البشغال. واختي شنو غادي نقول لك؟ على حسب اللي غادي يرتاح معاه قلبي. شنو هو؟ على حسب اللي غادي يرتاح معاه قلبي. انا راه ملي شفتك فرحت، لان الضارب لبنات كي الضارب لقنات. الى الاجنبي بغيتو وشت فيه بزاف د الحوايج اللي انا غادي نرتاح ليهم، بيان سور غندي الاجنبي. والمغربي عاوتاني كذلك، غير هو يعني ولد بلادي غيكون نفس العقليه نفس الشخصيه. انت مالك؟ واش تسطيتي ولا طاح لك شي فيزيبل ولا شنو؟ بعد مرات كتلقى عاوتاني المغربي عنده عقليه اجنبيه. او لا لا، ماشي بالضروري يكون مغربي ولا يكون اجنبي اللي انت غادي ترتاحي معاه. صافي غادي تخرجي لنا بشي حاجه اخرى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاجنبيه ظريفه وتقد تطول معاك وشحال من حاجه وما تهضركش، اما المغربيه خويا راه ما تعرفش شنو كاين. يا صاحبي ديالي راسك عامر بالاخبار، سرعتيه هضري يا الصفريطه. لا هو انا كنسمعك غير قولي قولي. لا خويا اجنبي حنايا. لا لا سمح لي، مغرب مخصوصين اخو بالعاقه. والله الا عيب عليكم، انا ما تتفرجش ليا شي وحق الله. كبوتي المغاربه تجوج باجنبي تعيش انت وياه، حيت اصلا كاينش الحب في المغرب. الله يرضي بك، الله يرضي بك. سيري ادخلي للطواليت، سيري ربك خرج من الحمام، سيري ادخلي للحمام سيري. انا خشار الزوج المغربي، لحقاش الزوج الاجنبي يقدر ما يتوفروا فيه الشروط اللي كنبغي انا، وكذلك ما يكونش مسلم. فعلا كنشوف الرايه، كنشوف الرايه شتها، كنشوف الوطن، كنشوف بالامان، كنشوف بالحس، امان، كنشعر بالطمئنان. الله الوطن الملك، الله ينصر سيدنا. فاش كيكون لاعب منتخب وناشد وطني كتشوف؟ اييه تحمس. كنتحمس، كندير الحس، ندير يدي على القلب. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. قول لي النشيد الوطني. النشيد الوطني حيت دابا راه ما فهمتيني كاعر شحال، المهم هادشي خصهم تقول ما حافظوش بزاف. ودا خصو الحبس، فما عيقاش به الدولة.